حياكم الله مشاهدينا. كيف للقاتل أن يصنع اتفاقا للسلام بيده وعلى طريقته ولصالحه؟ إنه التساؤل الذي يلخص المذكرة التي أصدرتها الهيئة العليا للمفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تجاهل الدور الروسي والإيراني في شن الهجمات العدائية وشرعن العمليات الروسية وأعطاها الحق في الاستمرار، واعتراضات أخرى عن الزمان والمكان وامتيازات حصل عليها النظام وميليشياته وحرمت منها الفصائل الثورية، اعتراضات المعارضة التي لم تحسم بعد موقفها من الاتفاق قد تفند ما تروج له روسيا عن بدئها إجراء مفاوضات الهدنة مع فصائل معارضة في 5 محافظات سورية. هذا ما يدعيه الجيش الروسي، فهل يقصد بمفاوضات الهدنة وصول مزيد من المساعدات إلى المناطق المحاصرة وآخرها إلى دير الزور جولا؟ على العموم لا يبدو أن تطبيق البند الإنساني سيشكل وقوداً لدفع المعارضة إلى قبول الهدنة، ولأمريكا رأي في ذلك قالته وكررته: لن توقف المعارضة القتال في ظل وجود الأسد في السلطة. نبقى مع الملف مع الاتفاق وبنوده الملغومة في محورنا الثاني، البند الذي شغل السوريين على مدار أيام وهو استثناء جبهة النصرة من وقف إطلاق النار. ليست المعضلة في النصرة كفصيل بل في أماكن وجودها، حيث المناطق المحررة تحارب في كثير من الجبهات مع فصائل ثورية عديدة. فهل يفشل هذا البند اختبار وقف إطلاق النار الذي تركز عليه المعارضة كثيرا في الضمانات التي تطلبها؟ وكيف ستتم مراقبة عملية وقف النار خصوصا مع الإعلان الروسي عن إنشاء مركز للمراقبة في قاعدة حميميم العسكرية وفتح خط ساخن بينها وبين أمريكا؟ كل هذا في تفاصيل بعد قليل، ابقوا معنا. أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات مذكرة حول البيان المشترك الصادر عن أمريكا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار، مسجلة 17 ملاحظة على الاتفاق، وكان من ضمنها تجاهل الاتفاق للدور الروسي والإيراني في شن العمليات العدائية وارتكاب انتهاكات بحق السوريين. ودعت وزارة الدفاع الروسية أنها باشرت التفاوض مع فصائل معارضة بشأن وقف إطلاق النار في 5 محافظات سورية. نتوقف عند التفاصيل في هذا التقرير. لا تزال بدائل الحل المنتظر في سوريا تتأرجح بين مسار سياسي متعثر وواقع ميداني مشتعل ومواقف دولية وإقليمية مختلفة. تقول روسيا إنها جادة في موضوع وقف إطلاق النار، وتعلن على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي باشر التفاوض مع فصائل المعارضة على وقف إطلاق النار في مناطق مختلفة من محافظات حماة وحمص واللاذقية ودمشق ودرعا، زاعما بأن تراجع كثافة الغارات الجوية يتعلق بالمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار، وسط تشكيك بأن المناطق التي تقصدها موسكو في موضوع الهدنة هي المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري التي تدين بالولاء لها. لعل ما يفند التصريحات الروسية ما أعلنته الهيئة العليا للمفاوضات على لسان كبير المفاوضين محمد علوش، الذي قال في اتصال سابق مع أورينت نيوز بأن المعارضة لم تحدد موقفها حتى اللحظة من التوافق الأمريكي الروسي حول الهدنة المقترحة، مشددا على أن روسيا جزء من المشكلة ومن الصعب أن تكون جزءا من الحل، خصوصا أن هذه التصريحات جاءت بعد اجتماع المعارضة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا مايكل راتني في الرياض. فهل حمل هذا الاجتماع بعض الضمانات الأمريكية للمعارضة بشأن وقف إطلاق النار وقبول الهدنة، خاصة بعد إسقاط المساعدات جوا إلى دير الزور ودخول أخرى عبر البر إلى ريف دمشق، وهو ما يعني الاستمرار في تطبيق اتفاق ميونخ بشقه الإنساني؟ وتتوالى تصريحات المنابر حول هدنة وقف إطلاق النار، فروسيا تنفي علمها بوجود خطة بديلة لحل الأزمة في سوريا،
في إشارة إلى تصريحات عراب الدبلوماسية الأمريكية جون كيري الأخيرة حول الخطة البديلة التي تدرسها واشنطن في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار. كيري كرر من جديد مخاوفه من فشل تطبيق الاتفاق، حيث أشار أن المعارضة ودولا إقليمية لن توقف الحرب في ظل وجود الأسد بالسلطة. وعطفا على تصريحاته قال الرئيس الأمريكي إنه لا يجب الإفراط في التوقعات حول تطبيق الاتفاق، ما دفع بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لاتهام أطراف في الولايات المتحدة وحلفاء لها بتقويض الاتفاق وتشكيكها في نجاحه. وبين هذه التصريحات تبقى الاحتمالات الواردة هي سيدة الموقف، فإما استمرار حديث الفنادق دون تحديد نهاية له، أو حديث الخنادق غير المحسوم حتى الآن. نناقش الموضوع مع العميد أسعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية، ينضم إلينا مباشرة من الرياض. أرحب بك. أيضا يافيجيني سيدروف كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من موسكو، أرحب بك. ومختار كامل كاتب ومحلل سياسي من واشنطن، أهلا بك. أبدأ معك عميد أسعد الزعبي، طبعا نبدأ من المذكرة التي أصدرتها الهيئة العليا للمفاوضات، فيها سجلتم 17 ملاحظة تعترض دون فيها على بنود الاتفاق. طبعا منها في هذا الاتفاق شرعنة التدخل الروسي، تجاهل الانتهاكات الروسية والإيرانية ضد السوريين، هذه هي بعض النقاط التي توقفنا عنها. هل هذه الاعتراضات تحسم موقف الهيئة العليا من الاتفاق أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لن أتحدث بلغة الدبلوماسي وأجامل، ولن أتحدث بلغة السياسي وأكذب، سأتحدث بالواقع بالمنطق الذي يعني يفند ما جاء في هذه المذكرة. سأبتدئ الحقيقة من التوقيت الذي اتخذ فيه قرار الهدنة أو وقف إطلاق النار، الزمن الذي تم فيه الموافقة وهي لا تتجاوز 30 دقيقة. وأعتقد أن إذا كان هذا الأمر بهذه البساطة، لماذا لم يتم اتفاق وقف إطلاق النار قبل أن تدخل روسيا على سوريا قبل 5 شهور، أو قبل أن يموت أكثر من 400,000 من السوريين، أو قبل أن يستخدم النظام الكيميائي، أو قبل. هناك عديد الحقيقة من المحطات التي كنا كسوريين نأمل أن يكون هناك في وقفة شرف لدى المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. أما أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بقتل السوريين يعني كل هذه الفترة الـ5 سنوات، ثم تعطي دور القتل لروسيا، بعد ذلك هي تنهي الثورة السورية في بصمة، وكنا متوقعين أن البصمة ستكون أمريكية على المحطة السورية، ولكن هذه المرة الحقيقة الأصبع التي بصمت هي روسيا وأمريكا، ولكن من يتحكم بهذه البصمة ويحدد مكانها على الملف السوري هي إسرائيل، والجميع يعرف بذلك تماما. اليوم نحن عندما تحدث أن روسيا والنظام السوري يسمح لهما وفق هذه المذكرة بتحديد من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، يعني أعود القول، أليس نفسه جون كيري المتحدث الذي قال أن بشار الأسد هو جاذب للإرهاب، وبشار الأسد هو قتل الأطفال، وبشار الأسد هو إرهابي، وبشار الأسد هو مجرم، وبشار الأسد هو فاقد الشرعية؟ يعني هل يعقل أن نقول مثلا جون كيري كان يكذب؟ أم كان يجامل؟ أم كان يتحدث واقع؟ أم يتحدث واقع واليوم هناك ضغوط إسرائيلية على جون كيري؟ يعني عديد من التساؤلات قد تطرح حقيقة، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه للعرب أنفسهم، ويجب أن نطرحه للعالم، لماذا هذه يعني الانفعالية الكبيرة التي جرت على جون كيري حتى اتفق مع لافروف خلال زمن 30 دقيقة بإخراج هذا الواقع إلى العلن؟ الحقيقة هناك تخوف أو مخاوف كبيرة بدأت تظهر على الرجلين. المخاوف الأولى بدأت على جون كيري عندما بدأت عاصفة الحزم باتجاه الجنوب، وكان مرافق لعاصفة الحزم للجنوب عاصفة الحزم للشمال، وهرع كيري ليلا لإنقاذ بشار الأسد أنه أوقف عاصفة الحزم للشمال. اليوم هناك أيضا تدخل سعودي تركي باتجاه داعش، وبالتالي سوف تقتل داعش ويموت معها بشار الأسد، وتكشف حقائق داعش للمجتمع الدولي ومن خلف داعش، وبذلك أيضا لا شك أنه يجب إنقاذ هذا الوضع، وبالتالي يجب
إخفاء الحقيقة المتعلقة بداعش، فلجوا إلى هذه الخطة التي يسموها الخطة ألف، ونحن أمام خطة ب، ألا وهي التقسيم الذي دخل به بوتين على سوريا. عندما أراد بوتين أن يقتل الشعب السوري أراد أن يقتلهم ليترك فقط كيان علوي في سوريا. طيب. حقيقة أنا لن أجامل، سأتحدث بهذه المضامين وبالتالي طيب. بحرفية الكلام. عميد الزعبي، اعتراضاتكم هذه لمن توجهونها؟ وهذه 17 نقطة، هل حسبت أمر المعارضة أم لا؟ يعني لم تجبني عن السؤال، هل وافقتم على هذه الهدنة أم لم توافقوا؟ أختي الكريمة، هذه المذكرة وجهت لأصحاب الشأن الذين أصدروا هذا الفرمان، وبالتالي إن كان لهم لب يفكرون فيه بالتأكيد سوف يعرفون ما مضمون مذكرة الهيئة العليا للتفاوض التي الشعب السوري أعطاها كل الثقة، وهي مخولة أيضا بتأمين حقوق الشعب السوري. وأقسموا جميعا، من بالهيئة العليا للتفاوض أقسموا جميعا لن يكون هناك أي تهاون في حقوق الشعب السوري، لن يكون هناك أي تهاون. من بذل دماءه وروحه في سوريا نحن ليس أفضل منه إطلاقا، نحن يجب أن نكون أيضا بنفس الدرجة، وهذا ما أقسم به. وبالتالي هذا المذكر أعتقد أنهم سيفهمونها ويقرؤون تفاصيلها بشكل دقيق ويفهمون ما معنى هذه المذكرة. ربما لم يلوح للأفق تماما هل هناك موافقة أو عدم موافقة، لكن بالتأكيد أيضا يعني المخاوف التي بدت بهذه المذكرة أعتقد أن تعطيهم الجواب الحتمي أو تعطيهم الجواب الشافي، وأيضا تعطي الجواب لشعبنا في الداخل. سيد سيديروف، يعني نتوقف عند هذه النقاط، عند اعتراضات المعارضة السورية، يعني اعتراضات على صياغة الاتفاق ومن صاغ هذا الاتفاق، يعني روسيا تقتل وروسيا تصنع السلام، كيف هذا؟ مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساء الخير للمشاركين في حلقة اليوم ولزميلة مقدمة البرنامج. طبعا روسيا وأمريكا برأيي، وأود أن أبدأ من هذا قبل أن أرد على السؤال، يعني ربما توصلتا لأول مرة خلال كل فترة المتعلقة بالأزمة السورية وبعد تدخل روسيا في سوريا وعلى أعلى مستوى ممكن، يعني مستوى الرئيسين أوباما وبوتين، إلى هذا الاتفاق الذي هو ربما عبارة عن حل وسط لا يرضي طبعا وبطبيعة الحال جميع الأطراف، وإنما يعني الهدف منه هو الاقتراب بأقصى درجة ممكنة من ما يمكن أن نسميه بالبدء بالعملية السياسية. هناك عدد من البنود وربما من التفاصيل التي لم يكشف عنها في الاتفاق، ولكنها تسربت إلى بعض المصادر حتى في روسيا أصبحت هي معروفة. ومن هذه التفاصيل إذا سمحتم أود أن أذكر لكم مثالا واحدا، وهو أن القصف، وهذا هو الاتفاق الروسي الأمريكي، لن ينزل يعني بشكل فوري على تلك المواقع التي عليها ربما جدل بين روسيا والولايات المتحدة، وهناك تبادل بالخرائط بينهما والتبادل بالمعلومات التي بحوزة خبراء روس وأمريكان. فيعني لماذا هناك أيضا مدة 24 ساعة في هذه الحالة قبل أن يتم القصف لتمكين بعض الفصائل من مثلا المعارضة المعتدلة من الابتعاد عن منطقة القصف المحتملة، لكي تكون القصف أو يكون القصف قد يستهدف فقط مثلا جبهة النصرة. وأعتقد بأنه ربما هذا الحل معقول لدرجة معينة وربما يرضي يعني جميع الأطراف، ولكن بسبب تداخل مناطق لسيطرة جبهة نصرة ومناطق أخرى للفصائل المعتدلة وتشابكها، فإن هذه المشكلة طبعا تصبح ربما مشكلة متعثرة جدا. ولكن هناك طرق سنلخص هذه النقطة في محورنا الثاني. سيد سيديروف، تحول إلى أستاذ مختار كامل. طبعا في نفس هذا الإطار، اعتراضات المعارضة السورية على هذا الاتفاق وبنوده، وهنا تلمح إلى شيء واضح جدا، يعني حين وقعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وكأنها تشرعن العدوان الروسي على سوريا، ولطالما واشنطن نددت وعارضت بهذا التدخل الروسي في سوريا. لا أعتقد أن مسألة وجود اتفاقات، يعني الاتفاق الحالي الذي نتحدث عنه هو حلقة في سلسلة اتفاقات تمت محاولتها وربما فشلت وسوف تأتي في المستقبل
اتفاقات أخرى أيضا. الصراع السوري على الأرض هو صراع طويل الأجل، وفي نفس الوقت صراع معقد جدا نظرا لتعدد القوى الداخلة فيه وتعارض المصالح بشكل كبير بين مختلف الأطراف. وبالتالي فوجود اتفاق بين واشنطن وموسكو لا يعني بالضرورة أن واشنطن تقوم بين هلالين بشرعنة الوجود الروسي في سوريا، إنما هي تعترف بالأمر الواقع. الوجود الروسي في سوريا هو أمر واقع، ويعني يعني واشنطن هتقول مثلا أنه مش موجود، مش ممكن. فدي أول نقطة بالنسبة للموضوع. النقطة الثانية أن أنا أعتقد أن هذا الاتفاق له طبيعة مؤقتة. صحيح أن موسكو تحاول أن تتفاوض مع حلفائها ومع غير حلفائها من قوات المقاومة بغرض يعني القيام بحركة دبلوماسية والظهور أمام العالم بأنها الساعي للسلام وما إلى ذلك. واشنطن تفعل نفس الشيء بالنسبة لتركيا، بالنسبة للسعودية، بالنسبة للأكراد، بالنسبة للفصائل الإسلامية المتعددة. السبب في هذا يرجع إلى أنه يعني كل من القوتين الكبرتين اللي هما واشنطن وموسكو تحاولان وقف الاستنزاف. لا ننسى أن الوجود الروسي في سوريا استنزاف أيضا للموارد الروسية، وروسيا لا تود منه أن يستمر إلى ما لا نهاية. ونفس الموضوع بالنسبة لواشنطن. واشنطن اسمح لي يعني سيد كامل، لكن هنا واشنطن دائما كانت ترفض التعامل أو التعاون مع موسكو بالنسبة للشأن السوري، ولكن بهذا الاتفاق هي تتعاون مع روسيا، ووفق ما قال وزير الدفاع الروسي بأن هناك خط ساخن بينهم لمراقبة عملية وقف إطلاق النار. بالتأكيد. شوفي كل من موسكو وواشنطن واقعية، يعني بيتبعوا سياسة واقعية، يعني ما هياش سياسة مبنية على إيديولوجية لا يمكن التزحزح عنها كما يحدث لدى بعض العواصم العربية. الناس دول ناس واقعيين. وجود روسيا في سوريا أمر واقع، يعني حتى لو اعترفت أو لم تعترف واشنطن به فهو أمر واقع. الناحية الثانية أن هناك تداخل شديد بين القوات وهناك حساسيات، وقد رأينا مضاعفات ما قد يمكن أن يحدث. عينة من هذا هو قيام الأتراك بإسقاط طائرة حربية روسية منذ حوالي شهر ونصف وما ترتب على ذلك من تعقيدات. وجود يعني واشنطن وموسكو كل منهما تحاول أن تمنع حدوث نوع من الحادث، مثلا سقوط طائرة أمريكية على أيدي أو بفعل صواريخ دفاع جوي روسية، هذه سوف تكون مشكلة كبيرة من الناحية الدبلوماسية. وهكذا الأتراك يودون أن يدخلوا في شمال سوريا لوضع منطقة آمنة حتى يتم الإقلال من تيار اللاجئين إلى أوروبا مثلا. وفي هذا فتركيا والسعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج تخشى تماما من أي تصرف بري أو أي تدخل بري بقواتها في سوريا نظرا لوجود القوات الروسية. فيعني التفاوض بين روسيا وبين موسكو وواشنطن في هذا المجال يعني يهدف إلى تنظيم العملية التي تبدو مضطربة وعشوائية إلى حد كبير، وهذا أمر يعني أي سياسة واقعية سوف تتبعه، لكنه لا يعني أن واشنطن راضية عن وجود روسيا في سوريا. طيب، ولا يعني بقطع النظر عن بقطع النظر عن وجود روسيا في سوريا او شرعنة التدخل الروسي عبر هذا الاتفاق، اعود اليك عميد اسعد الزعبي. نتوقف عند اتفاق ميونخ بشقه الانساني، يبدو انه بدا يطبق فعلا، يعني اليوم اسقاط مساعدات جوا الى دير الزور، وايضا دخول مساعدات اخرى عبر البر الى ريف دمشق. يعني هل هذا يشجع المعارضة على قبول هذه الهدنة؟ هل اتفاق ميونخ الآن بدأ يطبق؟ هل هذا كافي بالنسبة إليكم أم الأمر على بالعكس تماما؟ أختي الكريمة، نحن نتمنى أن يكون هذا التصرف أو هذه الإجراءات التي يقوم بها المجتمع الدولي هي يعني تحظى بقليل من الصدق. نحن كنا أمام حوالي 17 نقطة أو 18 نقطة محاصرة في سوريا، اليوم نحن أمام أكثر من 30 نقطة محاصرة، والسبب التدخل الإرهابي الروسي في سوريا.
نحن أمام يعني حالات من الوفاة بسبب الجوع، أمام حالة أو حالتين في كل يوم، نحن الآن أمام عشرات الحالات في كل يوم، نحن أمام حصار كان يستمر أو يتواصل على مناطق ربما في ريف حمص، في ريف دمشق، في ريف مثلا حلب الشرقي، نحن اليوم أمام حصار جديد في ريف حلب الشمالي، في ريف حلب الجنوبي، في ريف درعا. إذن لا أعتقد أن هذه الأعمال أو هذه الإجراءات توحي على أن المجتمع الدولي حقيقة يقوم بواجبه. اليوم عندما نتعرف على عملية الإنزال التي جرت في دير الزور، لماذا لم يتم ذلك في مضايا؟ لماذا لم يتم ذلك في حي الوعر؟ لماذا لم يتم في الزعفرانة؟ لماذا في الدار الكبيرة، في الرسم، في تلبيسة، في تلك المناطق المحاصرة منذ مدة طويلة؟ لماذا حصرا منطقة دير الزور؟ دير الزور التي يسيطر عليها النظام، ودير الزور التي يسرق النظام كل المساعدات الإنسانية كما سرقها سابقا في منطقة مضايا. تذهب القوافل من دمشق باتجاه مضايا ويرافقها الهلال الأحمر، وقبل مضايا بقليل هناك عصابات من إرهابي حزب الله وإرهابي إيرانيين يقوم بسرقة هذه المواد، ولا يوصل إلا ربما أقل من الربع. إذا كان المجتمع الدولي جاد فكان عليه أن يلتزم بهذه القضية. هو من أصدر القرار 2254، وهو من وضع الفقرتين 12 و13 القاضية بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن قبل المساعدات الإنسانية هو يعلم لابد من تنفيذ إجراء فك الحصار. أنا لا أريد أن أدخل المساعدات الإنسانية اليوم رغيف للمواطن وأقطعه عنه لمدة شهر. يجب أن يفك الحصار، يجب أن تزول كل حواجز الإرهابي بشار الأسد والإرهابي حسن نصر الله والإرهابي علي خامنئي والإرهابي بوتين من حوالي القرى السورية، من أجل أن تدخل المساعدات للمواطن كي يشعر أنني سأكل اليوم وأكل غدا وأكل بعد غد، وليس أتناول طعامي اليوم ثم أموت جوعا بعد شهر. هذا كان إجراء الأمم المتحدة وليس يعني إجراءنا نحن. إجراء الأمم المتحدة كان يقتضي فك الحصار من أجل توفير البيئة المناسبة لإدخال المساعدات الحرة، طيب، وليست المساعدات المقيدة. ثم أيضا لكن روسيا بنفس زعبي. القرار عميد زعبي، روسيا صرحت اليوم بأنها تتفاوض مع فصائل من المعارضة في 5 محافظات سورية. هي ماذا تعني بهذا التفاوض؟ هل هي تقصد المساعدات أم هي تقصد شيء آخر؟ تحدثت القيادة الروسية منذ أيام أنها تقوم بعملية هدنة حول دمشق، وبالتالي الجو يعني توفر بيئة مناسبة لعملية المصالحة. يظنون أن السوريون يمكن أن يتغاضوا عن عصابة الإرهابي بشار الأسد عندما قتل أكثر من 1,000,000 سوري. يظنون أنهم السوريين يمكن أن يتغاضوا أو يعفوا عن الإرهابي بشار الأسد الذي قام باغتيال بسجونه أكثر من 300,000 سوري. أنا أعتقد أنهم ليسوا واهمون، بل واهمون جدا، بل واهمون للغاية. أختي الكريمة، هذا التفاوض هو شكليا، هذا التفاوض هو فقط لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي الذي بات يؤشر بكلتا يديه، يشير إلى الإرهاب الروسي ويشير إلى أن روسيا هي دولة إرهابية تقوم بقتل السوريين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هذا ما صرحت به كل المنظمات الدولية، وهذا ما صرحت به منظمة هيومن رايتس ووتش. إذن هذه الحقيقة تريد روسيا أن تغطيها على العالم، تغطيها بغربال كما يغطون الشمس. الآن أتحدث عن النقطة الثانية وهي مهمة جدا، وهي عملية إطلاق سراح المعتقلات من النساء والأطفال. ليس فقط عار على النظام، النظام لا يعرف العار لأنه ليس له أخلاق ولا شرف، إنما عار على المجتمع الدولي أن يكون لدينا أكثر من 7,000 امرأة و10,000 طفل دون العاشرة موجودين عند النظام في معتقلاته، والعالم ما زال يلوح بسلة غذائية هنا وسلة غذائية هناك، و13 منظمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة موجودة في سوريا تقوم بتسليم كل المساعدات للنظام. هؤلاء المرتزقة التابعين للنظام الأفغان والإيرانيين وحزب الله يتناولون طعام المساعدات الذي تدخل للشعب السوري بفضل الإرهابي بشار أسد وعصابته. عندما نتحدث عن المساعدات الإنسانية وعندما نتحدث عن أمور إنسانية يجب أن تنفذ. نحن نعم لن يكون هناك أي شيء اسمه تفاوض على رحيل بشار أسد وعصابته قبل تأمين الحقوق الإنسانية التي أقرها المجتمع الدولي. طيب، عندئذ سنبل التفاوض، التفاوض سيكون على انتقال سياسي لهيئة حكم انتقالية وتحويل بشار الأسد وعصابته إلى محاكم الجنائية أو المحكمة الجنائية الدولية. سيد سيدروف، طبعا استمعت معي، هذا موقف المعارضة السورية طبعا بشقيها السياسي والعسكري أيضا. من تقصد روسيا؟ من الفصائل التي تتفاوض معها في 5 محافظات سورية كما قالت؟ يعني هل هي تتحدث فعلا عن المساعدات الإنسانية وتسمي هذا تفاوض، أم هي تتحدث عن شيء آخر؟
نعم، التأكد من أن روسيا تتفاوض يعني مع هذه الفصائل للمعارضة المعتدلة، وهي تتحدث أيضا عن المساعدات الإنسانية وتشارك في هذه العملية. التأكد من ذلك يمكن أن يتم من خلال يعني حتى بعض التصريحات الصادرة عن الطرفين الروسي والأمريكي بأن هناك تنسيقا كاملا حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى خط ساخن، بالإضافة إلى تبادل الخرائط لكي يعني يتم أو يجري البدء في الهدنة المعلنة بشكل طبيعي. فطبعا مشاركة الولايات المتحدة في كل هذه الجهود إلى جانب روسيا والتنسيق الروسي الأمريكي ربما يعطي قدرا من الضمان بأن روسيا كما تتهم يعني لن تتهم بهذا الشكل كما كان ذلك سابقا بأنها بالفعل مثلا تتجاهل أو تهمل شروط هذه الهدنة. والملاحظة الثانية هي أنه لا يمكن استباق الحوادث، فالآن من السابق لأوانه الحديث عما كيف سوف تراعى هذه الهدنة، ولابد من الانتظار حسب معلومات الهدنة المعلنة لمدة 3 أسابيع مع إمكانية تمديدها لفترة أخرى، وبالتالي لابد من انتظار. ربما في هذا الخبر العاجل نجد جوابا على ما سألتك عنه. الوحدات الكردية تعلن موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار، يعني وكأن روسيا تتفاوض مع الوحدات الكردية في سوريا، وطبعا الوحدات الكردية التي روسيا داعمة لها، ولا يوجد أي فصيل معتدل من الثوار السوريون وافقوا حتى هذه الساعة على الهدنة غير الوحدات الكردية. كيف تقرأ هذا؟ لا، أنا لدي معلومات أخرى، ومنها بأن روسيا، وهذا ربما الجديد في الموقف الروسي، لم تعد تصر مثل ما كان منذ فترة يعني نسبيا قصيرة جدا، لم تعد تصر على أن تشجع مثلا الأكراد مستقبلا، وهي ربما تخلت نوعا ما عن تشجيع يعني مواصلة هجوم الأكراد أو تقدمها باتجاه المناطق التي يعني عليها الجدل بينها وبين الحكومة التركية. فهذا الأمر ربما مهم جدا، وهو ما هو إلا دليل على أن روسيا مستعدة لحل وسط حتى في هذه القضية، في القضية الكردية، وربما هي مستعدة ولدي إحساس بذلك على أن تتقبل حتى بعض الشروط التركية لكي لا تزعج أنقرة ولكي لا تعطي في أيدي الحكومة التركية مبررا آخر لاتهام روسيا بأنها تستهدف المدنيين وتنتهك اتفاق الهدنة المعلن منذ يوم 27 فبراير. سيد مختار كامل، طبعا نتوقف عند تصريح جون كيري الأخير والذي قال بأن المعارضة لن توقف القتال إلا برحيل بشار الأسد. طبعا إذا كانت لواشنطن هذه القناعة، ما فائدة هذا الاتفاق؟ لماذا لا تتجه الولايات المتحدة إلى طريق آخر، إلى سبيل آخر، وخاصة كيري كرر مخاوفه من نجاح هذا الاتفاق، فشل هذا الاتفاق، وأيضا هو قال بأن واشنطن تحضر لخطة بديلة أو لديها خطة بديلة في حال فشل هذا الاتفاق. عدة نقاط. أولا كما أشرت من قبل، أنا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يكون ذا طبيعة مؤقتة نظرا لكثير جدا من العوامل، ويعني سوف نتوقع وجود اتفاقات واتفاقات أخرى مماثلة، كل منها سوف يكون لها طبيعته المؤقتة إلى أن تصل الأمور إلى نوع ما من الاستقرار على الأرض. النقطة الثانية، أن أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في سوريا معقدة للغاية وأكثر تعقيدا مثلا من أهداف السياسة الروسية. فالولايات المتحدة لا تود بقاء حافظ الأسد، الأسد، ولكنها في نفس الوقت لا تود أن يزول نظامه بسرعة شديدة بحيث يترك فراغا يملأه الجهاديون الإسلاميون، وهذا ما لا تريده واشنطن أيضا.
واشنطن تؤيد الأكراد لأنهم قد أثبتوا أنهم أكثر فعالية من العراقيين وغيرهم على قتال داعش. نعم. وفي نفس الوقت تركيا وهي حليف أساسي لواشنطن وعضو في حلف الأطلنطي تعترض اعتراضا شديدا على هذا. كل هذه التعقيدات لدى أهداف السياسة الخارجية الأمريكية تفرض عليها يعني خطا زجزاجيا وكثير من المناورات من أجل التوصل إلى نوع من تنظيم المسألة التي تبدو شديدة الفوضى اتقاء لحدوث يعني أحداث ذات طبيعة خطيرة للغاية على التوازنات الدولية. كان يحدث اشتباك مثلا ما بين طائرات أمريكية وطائرات روسية أو ما إلى ذلك. أخيرا الخطة به التي صرح بها كيري هذا أمر أعتقد أنه يقصد به نوع من التهديد لقوى معينة ربما تكون القوى الإقليمية الحليفة لأمريكا السعودية ودول الخليج وراءها وتركيا. ربما يقصد الضغط على فصائل المقاومة التي تعارض وجود مثل هذا الاتفاق. ربما النية غير واضحة تماما ولكن يعني منطقي جدا أستاذ كامل النية غير واضحة ربما لوجود صراعات داخل الإدارة الأمريكية نفسها. وطبعا هذا ما ورد في مقال بول ستريت جورنال. هناك قطبين وهناك صراع في المواقف وتذبذب بالنسبة للملف السوري عند الإدارة الأمريكية. هذا طبيعي جدا بالنسبة لصناعة السياسة الخارجية الأمريكية. عادة صدور القرار السياسي من واشنطن يأتي بعد كثير من المناقشات والتعارض في الرأي. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار كما أشرت لك من قبل أن الموقف في سوريا وأهداف السياسة الأمريكية ذاتها في سوريا معقدة جدا وتتناقض أجزاؤها مع بعضها البعض بسبب الظروف التي فصلتها من قبل، فهذا من الطبيعي جدا أن يكون هناك تعارض أو وجهات نظر مختلفة داخل أجهزة صنع القرار الأمريكي، وعادة ما يكون الترجيح في ذلك للمستويات العليا بعد كثير من المناقشات كوزير الخارجية ورئيس الجمهورية. نعم أشكرك مختار كامل كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من واشنطن مباشرة. وشكرا ليفيجيني سيدروف كاتب ومحلل سياسي من موسكو كان معنا. عميد أسعد زعبي أرجو أن تبقى معنا لنقاش المحور الثاني من تفاصيل ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا ابقوا معنا.